الكويت وأنا أدري في هذا الموضوع لا تريد أي سنتيمتر من العراق، ولا تريد إلا فقط الترسيم بحسب القوانين والوثائق الدولية. الكويت تحترم سيادة العراق برا وبحرا وجوا، وإحنا نحترم الحقيقة شعب العراق بكل طوائفه وحتى آرائه، لكن قضايا الحدود وقضايا السيادة لا يقررها كتاب الرأي العام ولا يقررها الأشخاص العاديين، تقررها الحكومات. الحكومات العراقية منذ تأسيس العراق لم تتطرق إلى أي شيء اسمه الحد البحري أو حقل الدرة اللي الآن صارت عليه، لم نسمع أي احتجاجات على الحدود منذ سقوط النظام وحتى خلال وجود النظام إلى الآن، إلا في خلال الفترة هذه بالذات الحدود البرية، لأنها هذه الفترة حتنتهي وهذا الضغط حينتهي في 19 ديسمبر 2023. هذا كما قال محافظ البصرة موضوع انتخابات قصدك نهاية تصفيات سياسية زين. نعم، ورئيس الوزراء قال كذلك. بالنسبة للموضوع البحري، الموضوع البحري لا يقرر الحقيقة عبر وسائل الإعلام ولا عبر هذا القانون البحري، أكيد فيه وثائق موجودة. الكويت لا تقوم بأي خطوة فيها إجراء ضد العراق أو فيها تعدي على العراق، ما نقوم بهذه الخطوة إطلاقا. كل ما في الأمر أن هناك علامات بحرية، العراق في 2019 إذا كانت هذه الشكوى، أنا ما أعلم عن الشكوى، إذا كان تقدم بهذه الشكوى فهذا هو الإجراء المناسب التي تقوم فيه الحكومات government to government، ما هو عبر الإعلام ولا عبر الهوسات ولا عبر يعني هذا ما يحل شيء إطلاقا. صوت العقل، الخطاب الهادي، الوثائق القانونية هي من تجعلك تصل إلى حل مع جيرانك، وهذا ما تقوم فيه الكويت. وتلاحظ لا في لهجة تصعيد ولا في لهجة الحقيقة تحدي، وحتى الحكومات العراقية الكلام اللي يقال للعراقيين، الحكومات العراقية نفته، قالت لا يوجد تعدي على الحدود. من قال لك احنا خذينا حدود؟ ما في. طيب. العراقيين شاهد من أهلها. طيب. بالنسبة للبحر، أنا أعتقد هذه مواضيع فنية تحتاج أنها إذا العراق يعتقد أنه ظلم في هذا الموضوع، فأنا أعتقد أنها تحتاج إلى مراجعة. هو يمكن في الموضوع البحر